اسكندر العلويني. شوفوا الصور توا كان الاخيره اللي وصلت لنا بخصوص الوضعيه داخل المدرسه. نحن الان في منطقه عيش تحت جبل المغيلة، وين شهدت هالمنطقة هذه 24 ساعة من الآن عملية مداومة، ثلاثة إرهابيين لأحد المتساكنين في جبل المغيلة. الحادثة هذه أسفرت عن إصابة الشخص هذا اللي طلبوا منه مأونة وماكلة، لكنه فهمتي مد لهم ورفض أنه يصطحبهم للجبل وأخلاه سبيله بعد ما تم تعني نيفو. الحالة هذه خلقت حالة من الفزع في صفوف الأهالي اللي خيروا النزوح جماعي تقريبا إلى أقرب مدرسة، وهي مدرسة عين دوار، نزوح عين مدور باش يعديوا ليلتهم غاديكا. أحمد خذ تقريبا هذه هي الحالة، الأهالي صغار وكبار في اتجاه المدرسة هذه وهي أكبر مدرسة ديما تحت جبل سفاح المغيلة. الاهالي قالوا قبيلك يعني نصف ساعه راوا شاهدوا ثلاثه ارهابيين يترسوا في الاهالي ويطلبوا المؤونه من احد الناس اللي كانوا لهنا، ثم صعدوا للجبل. فصارت حاله من الارباك كما تشوفوا، حاله من الارباك في صفوف الاهالي اللي خيروا انهم ينزحوا جماعين ولموا رواحهم الكل باش يعديوا ليلتهم في مدرسه هذه. حاله كما نقول برهان، حاله من الفزع من الاهالي وحاله ارباك وحاله من الخوف. يعني الاهالي خيروا انهم يتلاقوا في جبل المغيله هذه الليله باش يقضوها في المدرسه